وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب وتدرك السبق والغايات تبلغها مهنئا وتنال القصد والأرب. تقوى الإله الذي ترجى مراحمه، الواحد الأحد الكشاف للكرب. تقوى الإله الذي ترجى مراحمه، الواحد الأحد الكشاف للكرب، الواحد الأحد الكشاف للكرب. الحمد لله الحكيم الوهاب، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ناثر جواهر الحكم، من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، صلوات ربي وسلامه عليه. وإن الحكمة في كتاب الله عز وجل لها شأن عظيم، وقد ذكر المولى من جواهر الحكم في آياته ما يجعل الإنسان يسير سيرا مستقيما في هذه الحياة الدنيا، بل وذكر حكم المرسلين وحكم الحكماء كلقمان الحكيم. وجاءت سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله مليئة بأنواع الحكم، حتى جمع الشهاب حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلماته الموجزة في مسنده المعروف. وجاء غيره ممن جمع حكم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وكل كلامه حكم، وورث منه الصحابة هذا الأمر، فكان في كلام الصحابة من الحكم والأمثال والإبداع الشيء الكثير. وجاء من جمع حكم الخلفاء الأربعة في كتاب، وجاء من جمع حكم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ككتاب حلية الأولياء لأبي نعيم أو لأبي نعيم الأصفهاني، إلى غير ذلك من الكتب التي تخصصت في حكم أفراد بأعيانهم ككتاب نهج البلاغة الذي تخصص في عدد كبير من حكم الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وتسلسل هذا الأمر وهو عناية الأمة بحكم العراف وبحكم الحكماء وبحكم الصالحين، لأن الصالحين قد زهدوا في كل ما سوى خالقه، فزهدوا في الدنيا وما فيها، وزهدوا في الكلام، فلا ينطقون إلا بمقدار، فكان في كلامهم الوجيز حكم تستضيء بها الأمة وتستنير بها الطرق. وكان من أعظم الحكم التي انتفعت بها الأمة وسارت بها الركبان حكم ابن عطاء الله السكندري، الذي وصلت الشروح إلى العشرات والعشرات، بل إن أحد العلماء وهو الشيخ أحمد زروق له 30 شرحا على هذه الحكم، ولكن العلماء استمروا في رصد حكمهم وفي رصد حكم أولئك الحكماء، فكانت حكم الإمام الشافعي فيما قبل ابن عطاء، وكان أيضاً حكم بعض المتأخرين كالإمام أحمد الرفاعي، ومن أهل حضرموت كانت هناك حكم الإمام العلامة عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس، وكذلك حكم الإمام عبد الله ابن علوي الحداد الذي لقب بقطب الدعوة والإرشاد، ولقب بشيخ الإسلام عليه رضوان الله وقدس الله سره. هذا الإمام الذي ولد في منطقة السبير ضاحية من ضواحي مدينة تريم الغناء التي عرفت بحفظ القرآن حتى سميت بمدينة الحفاظ،
وعرفت بمدينة الصديق لشأن ثبات أهلها في زمن الصديق على الإسلام عندما ارتدت بعض القبائل إلى غير فضائلها. ولد بمنطقة السبير ليلة الخميس الخامس من شهر صفر عام 44 بعد الألف، وتلقى العلوم رغم ما ابتلاه الله عز وجل به من فقدانه حاسة البصر في مقتبل عمره وفي صباه، إلا أن الله عوضه بنور البصيرة فكان من أكابر العلماء، وكان مشاركاً للعلماء في عدد من العلوم، وكان له الأخذ عن الشيوخ الذين قال عنهم أنني لو رصدتهم لتجاوزوا 140 شيخاً. إنه قد تلقى عن شيوخ حضرموت ابتداءً بتريمة وغيرها، وتلقى عن شيوخ الحرمين عندما ذهب إلى تلك الديار، وصنف كتباً سارت بها الركبان وانتفعت بها الجهات كلها، حتى أنها في عصرنا وفي زماننا قد ترجمت إلى العديد من اللغات، ومنها ومن أشهرها كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية، والذي يعد خلاصة لإحياء علوم الدين. وهناك أيضا كتاب الدعوة التامة والتذكرة العامة، وهناك أيضا كتابه رسالة المعاونة، وكتابه الآخر سبيل الادكار بما يمر وينقضي من الأعمار، وهناك كتابه الفصول العلمية، إلى غير ذلك من رسائله، وإلى جانب ديوانه العظيم الذي امتلأ حكمة وامتلأ خيرا وعلما وامتلأ توجيها وتزكية ونصحا، وقد أسماه بالدر المنظوم لذوي العقول والفهوم، إلى جانب الحكم التي اعتنى بها العلماء وتوجه إليها الكثير من أهل العلم إقراء وتعليما وشرحا، ولعل من أوائل من تعرض لشرحها في القرن الثاني عشر الذي كان الإمام الحداد بنظر كثير من الباحثين المعاصرين يعتبر مجددا لذلك العصر ولذلك القرن. في ذلك العصر نفسه نجد العلامة محمد حياه بن إبراهيم السندي المدني يتعرض لشرح هذه الحكم، ويبرز للأمة كتابا سماه مواهب الحكم جل جلاله، مواهب الحكم في شرح الحكم، لأنه كان يعلم قيمة هذه الحكم، فقد تعرض لشرح الحكم العطائية في مؤلف، وأراد أن يشرح الحكم الحدادية في كتابه مواهب الحكم بشرح الحكم، وتعرض لشرحها أيضا الكثير من المعاصرين، ولعل من أبرزهم الشيخ محمد حسنين مخلوف الذي طبع بعضا من هذه الحكم وعلق شارحا ومبينا لمعاني بعض هذه الحكم في أوائل هذا القرن، وكثير من الشيوخ يقرر ويعرض ويبين ما تحتويه هذه الحكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتأمل هذه الحكم واستخراج العبر منها، وأن يبرز لنا ما نستضيء به في حياتنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب وتدرك السبق والغايات تبلغها، مهنئا وتنال القصد والأرب، تقوى الإله الذي ترجى مراحمه، الواحد الأحد الكشاف للكرب، تقوى الإله الذي ترجى مراحمه، الواحد الأحد الكشاف للكرب، الواحد